فإننا نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا ولقواتنا الجنوبية بأن تزحف إلى قصر معاشيق لإسقاط الخونة الذين ينتمون إلى ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانجي الإصلاحي. دوامة عنف جديدة يقودها الانتقالي بأدوات التحالف ومباركته، على الأقل هذا ما بدا ضمنياً في إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات هاني بن بريك للنفير العام وحمل السلاح والهجوم على قصر معاشيق بعدن. بعد أيام قليلة من حادثة معسكر الجلاء ومقتل قائده في هجوم صاروخي، سارعت ميليشيا الحوثي لتبنيه، وهو ما أثار حفيظة قيادات المجلس الانتقالي، وبدلا من الرد على الحوثي قاموا باستهداف مئات العمال من أبناء المناطق الشمالية ومهاجمة الحكومة الشرعية في محاولة للتغطية على الفاعل الأصلي للجريمة. خلال أقل من يومين ظهر بن بريك في تسجيلين مصورين يحرض على الحكومة الشرعية والقوات التابعة للرئاسة. في التسجيل الأخير ظهر مرتديا بزة عسكرية وإلى جواره عدد من أعضاء المجلس في ظل غياب عيدروس الزبيدي عن المشهد أو تغييبه. العاصمة المؤقتة التي لم تهدأ يوماً منذ طرد ميليشيا الحوثي، بل تعيش على صفيح ساخن وترقد في فوهة بركان ينذر بالانفجار هذه المرة من مديرية كريتر. تصاعد الأحداث جاء على خلفية تشييع القيادي في الحزام الأمني أبو اليمامة وقيام مسلحي الانتقالي باستهداف بوابات قصر معاشيق حيث يوجد رئيس الحكومة ووزراؤها. تصعيد الانتقالي يأتي عقب إعلان الإمارات سحب قواتها ووصول قوات سعودية مكونة من نحو 30 ناقلة تحمل على متنها مصفحات وعربات عسكرية قادمة من السعودية. تبدو اللعبة مكشوفة منذ البداية، فقد سربت معلومات عن خطة الانتقالي بمحاولة نشر الفوضى خلال تشييع ضحايا حادثة معسكر الجلاء. لا تملك الشرعية أوراقا رابحة في هذه المعركة إلا من قوة ألوية الحماية الرئاسية التي تخضع لنجل الرئيس عبد الرب منصور هادي وإسناد مجتمعي يرى في الشرعية ما لا يراه في الرئيس نفسه. التوقيت والدلالات والأسباب جميعها تؤكد أن محاولة ضرب الشرعية لم يكن ليغامر بها الانتقالي دون ضوء أخضر من السعودية والإمارات. مغامرة يخوضها الانتقالي متكئا على التحالف لتنفيذ المحاولة الانقلابية الثانية، وهو ما قد يؤكد ما ذهبت إليه تسريبات أمريكية عن رغبة السعودية في إقفال ملف الصراع مع الحوثي والتخلي عن الشرعية والمضي في المشروع الإماراتي لتفتيت البلاد. المحاولة الانقلابية الجديدة لا تختلف كثيراً عن سابقتها التي تمت في يناير 2018 والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وانتهت بتدخل سعودي إماراتي وتوافق على منع عودة الرئيس هادي إلى عاصمة بلاده نهائياً. تبقى الشرعية هي الغائب والمغيب الأكبر عما يدور في البلاد، وهي من تعطي الجميع مبرر مهاجمتها والبحث عن نهاية لها.